ده قوام الشامبو بتاعي، شايفين شامبو كريمي جميل جدا، حلو قوي للشعر التالف. هلو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده انا هعمل شامبو للشعر التالف المتهالك اللي هو شعري. هبتدي على طول بالوصفة. أول حاجة أنا معايا هنا 405.6 جرام من الماء المقطر، وهضيف عليهم ماء النعناع اللي هو هيدروسول النعناع، وأخدت منه 168.4 جرام، وتقدروا تستبدلوه بأي ماء عشبي عندكم، يعني ممكن ماء لافندر، ماء ليمون جراس، اي اعشاب تكون حلوه للشعر يعني. وهضيف عليهم كمان 100 جرام من خلاصه الصبار، خلاصه الاوليفيرا يعني. هنا انا هضيف الماده الحافظه بتاعتي من الاول خالص. انا هنا معايا 5 جرام من الفينوكسي ايثانول، وعليهم 2 جرام من منع تعفن WS1. لو انتوا هتستخدموا مثلا فينوناب، تقدروا ما تضيفوش ال WS1 وتضيفوا الكمية كلها فينوناب 5 جرام. وهضيف عليهم 10 جرام بانتينول اللي هو فيتامين B5. في البيكر الصغير ده ابتدي اخلط 100 جرام من التكسابون مغنيسيوم، هضيف فوقيهم 50 جرام من التكسابون زنك، هضيف فوقيهم 40 جرام من البي بي فور كوكو بيتاين، هضيف فوقيهم 10 جرام سيتول اتش اي، هضيف 20 جرام من البولي كوانتريوم 7، وده طبعا بيدي ترطيب للشامبو بتاعي. هضيف 20 جرام من بروتين الحرير، وطبعا ده مفيد جدا للشعر. وهضيف 20 جرام من السيليكون المستحلب، انا هنا معايا 12 جرام من الكريمو فور 40، عايزة افكهم بمية سخنة لحد ما يبقوا شفافين، عشان هضيف عليهم بالظبط 6 جرام زيت جريفروت عشان يديني ريحة حلوة للشامبو.
زي ما انتوا شايفين كده، بنزل بمية سخنة حواليه ومش على نار مباشرة، علشان لو انا دوبته على نار مباشرة هيدي نتيجة عكسية وهيبقى ريحته وحشة جدا. فهو كده شوية شوية بقلب كده، هو محطوط في مية سخنة لحد لما يبقى شفاف شفافية الإزاز. هنا بقى شفاف تماما زي ما انتوا شايفين كده، بس هديله فرصة ان هو يبرد قبل ما اضيف له زيت الجريفروت. هضيف 6 جرام من زيت الجريفروت للكريم فور واقلبهم مع بعض قبل ما اضيفهم للشامبو بتاعي. هبتدي اقيس البي اتش بتاعي قبل ما ابتدي اتقل الشامبو. البي اتش بتاعي هنا تقريبا 5.5 6 حاجة كده، ما حصلش 7، فهو ممتاز جدا، مش محتاج ان هو ينزل يعني. دوبت 4 جرام من صمغ الزنسان في 8 جرام جليسرين، وهضيف عليهم 50 جرام مية سخنة. وأقلب لغاية لما يغلص كده تماما وأضيفه للشامبو علشان يتقل الشامبو. شايفين غلظ ازاي؟ بس عشان ما كلكعش هضيف الشامبو شوية شوية هنا وارجعه في جوه الشامبو تاني. انا هنا ضربته بالهاند بلندر حاجه بسيطه علشان اخلط الزنسان جام، وكمان اخد المفعول بتاع السيليكون المستحلب عشان يقلب شامبو كريمي. ده قوام الشامبو بتاعي، شايفين شامبو كريمي جميل جدا، حلو قوي للشعر التالف.